ديالنا حنا فيها غير ثلاثة السكان ما فيهاش بزاف، شكون اللي غيخرج مع الحلال بغا يحط الضربة الأولى الضربة الثانية راجلي حل الباب بغا يخرج بحال هكا بغا يهبطوا عليه بجنوية، زدح الباب بقاو بلاتي كيتغاوتوا قال لي بابا دخل مشى للشرجم عاوتاني بغا يهبط عليه من الشرجم، كي عنديرو؟ ما لقيناش كي عنديرو بغينا نتصلوا بالجندرم اللي كنا حنا داخلين، ما عندناش هذيك الساعة لا ديال المقدم لا ديال الجندرم، حتى حلينا الباب نداهم خرجنا لقينا اختها كتعيط للجندرم هضرات ما جاوبوهاش عاوتاني عاود هضر راجلي. والجيران الآخرين علاش ما خرجوش؟ ما قدروش قال لك ما قدروش يخرجوا من باش يتبعوهم حتى واحد ما خرج صافي حتى واحد ما تبعهم كلشي خرج ما عرفوهمش ديك الساعه ما عرفناش فين داوهم كون عرفناو فين داو كان تبعناهم وانا ما عرفناش فين داوهم صافي هي مورا ديك الساعه هي واش بنتي عيطات قالت لك انا ماما راه عندي النمره التليفون ديالو نعيط ليه عيطات له قالت له الله يرحم لك الوالدين انس دير كاع المهم عليناش الله يرحم لك الوالدين اخويا لا ما تلق البنات ما عندك ما دير بالمشاكل قال لها دخلي سخاص باش شغلك وترجع تنعس يعني البنت ما عندها حتى شي حاجه مع هذا الولد هذا ولد الجيران وولد الحومه وما كاينش اللي ما كيعرفوش هنا تيعرفوا الكبير والصغير وزائد بنتي انا راه هادر هادر فيها الولد شي بنتي انا هادرين فيها الناس. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.